عندنا واحد الآلية سميتها صندوق المقاصة تنشتغلوا بها. هذا العام هذا دخلت فيها الحكومة 16 على 16 هي ولا 32، وربما نمشيو بشكل يعني نمشيو في اتجاه ربما أكبر في حدود نهاية السنة. هاد الآلية اليوم كنشتغلوا بها لأنه ما عندناش السجل الاجتماعي باش نميزوا بين المغاربة اللي محتاجين للدعم المباشر واللي ما محتاجينوش. سوف نستمر في التعامل وفي العمل بهذه الآلية، وقانون المالية ديال 2023 فيه صندوق المقاصة وفيه الدعم الذي سوف يخصص لدعم هذه المواد. منين يوجد السجل الاجتماعي؟ منين نعرفوا المواطنين المغاربة اللي في حالة عوازين أكبر؟ منين نبداو نصرفوا لهم هذاك التعويضات العائلية اللي تكلمنا عليها والإعانات، سواء ديال 7 مليون يعني الطفل أو ديال 3 مليون عائلة اللي ما عندهمش الأبناء؟ آنذاك سوف يكون الحديث حول كل هذه القضايا.